والمريسي من نادي الخور، كرة بمحاولة عرضية في منطقة الجزاء، خطيرة، فرصة للهدف الأول. هاشم يسجل، يستغل الخطأ هاشم علي في اللقطة الماضية، كرة من المريسي، كرة من المريسي وصلت إلى هاشم علي. والله رشيد من خلال أحداث هذه المواجهة، كرة تصل الآن بمحاولة تأتي في منتصف الملعب، وصلت إلى رشيد، فرصة الثانية. الله الله الله، أعاني عليك يا رشيد، يعني المرمى لا يحيد، لا يحيد، يسجل بعد هدف أول في مواجهة الإمارات. وبعدة الكرة الماضية تعود المحاولة بتسديدة قوية، وعد في الموعد المناسب في المكان المناسب، محمد وعد يسجل هدف بقذيفة من خارج منطقة الجزاء. البيجيلورا بونكارنو ملعب المباراة ينتظرون الآن، كرة ملعوبة، خطيرة خطيرة، الكرة الماضية مباشرة في المرمى، مباشرة في المرمى، الكرة الماضية بأقدام اللاعب لطفي كمال. لطفي يسجل، يقلص الفارق، نقطة من صالح زكريا في الكرة الماضية على رشيد، لأن حتى خطأ مدافع المنتخب الإندونيسي. كرة بمحاولة تعويض، التعويض يا بطل، التعويض رشيد، صاروخ ماديرا، لكن لعنابي قطر، لكن لمنتخب قطر في اللقطة الماضية. شوف الكرة وصلت إلى رشيد لمصلحة العنابي في منطقة الجزاء، وصلت للمريسي هنا في جهة العرضية، الثالث في الهاتريك، الهاتريك طلعت، عادت في مرمى، جول جول جول، الثاني لهاشم، الخامس للعنابي. خطوة خطوة بحول الله، خطوة خطوة بحول الله، والأولى في مواجهة أصحاب الدار. هذه الكرة الماضية لمنتخب إندونيسيا، البديل هو اللاعب ريفالدو، تود ريفالدو هو من يدخل إلى أرضية الميدان الآن. يعني هل هو تيمنا بلاعب المنتخب البرازيلي؟ رشيد الآن، الله عليك، اللي هاتريك، اللي هاتريك، هاتريك الأسمراني، يا عيني عليك يا ولد، يسجل، يضع الكرة في المرمى ويحتفل بها كيفية التي يحتفل بها أكرم عفيف إلى رشيد. الله على التمريرة، أقل شيء يسجل في اللقطة الماضية، يضع الكرة مباشرة في المرمى بنفس الطريقة بنفس الكيفية، يتم اصطياد صالح زكريا في مرتين، هذه الكرة الماضية وفي مرمى زكريا، هدف ثاني للمنتخب الاندونيسي. بحول الله مسألة التأهل إلى الدور الثاني باتت أمر واقعي جدا. كرة سديل يسجل، أمر آخر يحدث في هذه اللقطة مرة أخرى من كرة ثابتة، من ثلاث كرات ثابتة. يتقدم ريفالدو، يتوغل، يدخل إلى منطقة الجزاء، يمر بشكل مميز جدا، يسدد، يضع كرة في المرمى، هدف رابع يأتي من ريفالدو. ريفالدو الآن يقلص الفارق. شوط المباراة الأول ذكرنا بأن هذا المنتخب الإندونيسي يمتلك من الإمكانيات الشيء الكبير، الحذر مطلوب الآن، الحذر مطلوب. شوف ريفالدو، ريفالدو مرتقد مرة أخرى على طريقة البرازيلي الشهير ريفالدو على مستوى المنتخب الأول. 90 كرة بمحاولة مرور التقدم الآن، مرة أخرى ريفالدو سجل، سجل رجال ريفالدو، من وين جانا هالريفالدو هذا؟ هاتريك لريفالدو في شوط المباراة الثاني، هذا قدم على طول مذكرة احتجاج، مستحيل هذا 19 سنة. ريفالدو يسجل هدف رابع لتود ريفالدو.